لسلامتكم وقعدوا في ديوركم. السلام عليكم. اهلا خالد، مساء الخير. السلام عليكم ورحمه الله. قولوا لي بك ولا راكم تسمعوا مليح الصوت ولا لا، باش نبداو هذا الفيديو ان شاء الله على المباشر. عبالي طولت عليكم، ما عملتش بزاف البث المباشر، لكن ظروف لا غالب ما سمحتش باش نطلع عليكم كما عودتكم تقريبا بشكل يومي في لايفات على الانستغرام، باش نحكو على مستجدات، نحكو على المواضيع اللي تشغل الجزائريين. ولو انه الظرف اليوم هو كورونا بامتياز، سجلنا رقم قياسي وتجاوزنا عتبة 500 اصابة يومية، بعد ما كنا نشوفوا باللي 400 اصابة يومية رقم قياسي كبير. الان او اليوم ثلاثاء 14 جويلية 2020، سجلنا فوق عتبة 500، وصلنا إلى 527 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وتصوروا هادو 527 مصاب، بعد ما يعملوا معهم تحقيق الوبائي، شوفوا كل شخص شحال مع من احتك، مع من تلاقى، مع من كلا، مع من شرب، وين رقد. شوفوا غدوة إن شاء الله شحال راح تكون هاد النتيجة. بالتأكيد ولاية سطيف بعد ما أقرت الحجر الجزئي وخلات يعني من الخمسة حتى الوحدة تاع الظهر، تراجعت عدد الإصابات، لكن هذا ما لم يفعل شيء مثلا في بسكرة. لبسكرة اليوم سجلت لوحدها عدد كبير من الإصابات، وبسكرة تستغيث، وشفنا مبادرات كثيرة من سكان هاد الولاية باش يقدموا إعانات ويستشروا أجهزة التنفس ويشروا الوسائل، لأنه المستشفيات صارت عاجزة. نفس الشيء صار في بشار، ونفس المبادرة أيضا قاموا بها سكان سطيف، ولاية سطيف، مدينة سطيف تحديدا البلدية، وين راح يعملوا أكبر منشأ صحي أو مرفق صحي في قاعة معارض، وين راح يكون الكشف على فيروس كورونا ما بين 1000 إلى 1500 شخص بتباعد اجتماعي، يعني ما بين متر الى متر ونصف، باش يعملوا فيهم الفحص، لانه تاخر الفحص على اي حاله راح يعمق الاصابات، وراح يخلي هذاك الشخص مش واعي ومش عارف انه مصاب بفيروس كورونا، فتنتقل العدوى لعدد اكبر من الاشخاص. وهذا اللي خلانا اليوم بعد 400 وبعد 300 اصابه، اليوم نحن في 527 اصابه. راح نفتح لكم طبعا تدخلوا وتطلعوا معنا على المباشر. اكيد موضوع البكالوريا الاختياريه راح يفرض نفسه، لكن انا في وقت ذلك حبيت ايضا نسمع ناس اللي راهم في بسكرة، كيف اليوم وصلنا الى انه رقم قياسي ايضا يومي في بسكرة اللي وصل الى اكثر ربما من 68 حاله اصابه هذا اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020. طبعا اليوم الحادثة أيضا اللي غطت على المشهد الرأي العام، اللي هو المدير مستشفى محمد بوضياف في البويرة، اللي ألقى بنفسه من شرفة المكتب تاعه، باسكو جاو ناس وعائلات حوالي 40 شخص طالبوا بالجثة تاع الوالدة تاعهم، في وقت أنه تحاليل الكشف عليها لم تثبت بعد، لم تظهر بعد إن كانت مصابة بفيروس كورونا أو لا. وهذه إجراءات معمول بها، لأنه باش تأخذ جثة لازم تخرج الفحوصات أو الكشف عن فيروس كورونا، لأنه الدفن تاع واحد مصاب بفيروس كورونا يختلف تماما عن دفن إنسان مش مريض أو مش مصاب بفيروس كورونا. في حماية مدنية لازم تكون حاضرة، فيه عناصر الأمن أيضا تكون حاضرة، ولازم ما يكونش عدد كبير من الأشخاص، لازم يتم أيضا الدفن وفق إجراءات وفق أشياء وقائية، لأنه هذا مش شخص عادي، هذا مصاب بفيروس كورونا رحمه الله. اليوم فيروس كورونا لازم نعيشوا معاه، هذا مش تهرب من هذا الفيروس، لكن نعيشوا معاه بالوقاية، بالكمامة، بالتباعد الاجتماعي، نغسلوا يدينا.
الشعوب الأخرى علاش تغلبت على فيروس كورونا؟ تغلبت بالوعي وبالحكمة وباتباع الإجراءات والإرشادات وبالتوعية والتحسيس. حنا إلى اليوم مثقفون، جامعيون، أساتذة، حاملي الشهادات الجامعية، لليوم بعد كم من شهر من انتشار هذا الفيروس في العالم، وراه يسجل أرقام قياسية في أمريكا، في كل البلدان، في البرازيل، في غيرها من البلدان، في روسيا، في بريطانيا، اليوم يقول لك فيروس كورونا ما كانش منه. يا خويا خليها في راسك ما كانش منه، لكن ما تعديني ما نعديك. البس الكمامة، بعد علينا، واغسل يديك باش ما تعديش الوالدين تاعك، ما تعديش الناس اللي راهم عندهم مناعة ضعيفة، ما تعديش الناس اللي عندهم مرض مزمنة، وهادو في حالة لما يوصلهم الفيروس نسبة الشفاء تكون ضعيفة. وحتى ولو شفاو هذوما الأشخاص، أعراض أخرى راح تظهر عليهم فيما بعد. وبالتالي هذا الأمر لا يمكن التهاون فيه. اليوم الناس اللي تقول لك السخانة يروح فيروس كورونا، فيروس ما راحش، رانا في منتصف شهر جويلية والفيروس زاد أكثر قاوم وزاد تأقلم مع المناعة تاع الإنسان هنايا، ومع الدواء اللي راهم يمدوه الميكرولوكين، وتتفاعل مع هذه الأجواء وصار أخطر وينتشر بسرعة وسرعة سرعة رهيبة جدا. 527 إصابة كنا نسجلوها في أسبوع، 527 إصابة اللي سجلناها اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020، كنا نسجلوها في أشهر ماضية، أسابيع ماضية، في مدة أسبوع بالكامل. بكالوريا الاختيارية، بكالوريا الاختيارية كنا مع أجواء 5 جويلية، مع عيد الاستقلال، مع ظروف ومع أشياء كثيرة حدثت، الملف مازال مطروح، لكن نقابة التربية تتردد في طرحه، جمعية أولياء التلاميذ وفيدرالية أولياء التلاميذ تفعل نفس الشيء، لأنها تريد على الأقل أن يكون اختبار أو شهادة جرات في الجزائر بشكل رسمي، على الرغم من أن كل الظروف كل المعطيات لا تؤكد لنا تماما أننا نتحكم في الفيروس ونتحكم في الوقاية. واليوم إلى في جويلية سجلنا 527 إصابة، فاللقاح مش موجود. المعلومات اللي تحدث عليها أمريكا، منظمة الصحة العالمية، تقول أنه عفوا تقول أنه الفيروس، لقاح تاع الفيروس لن يظهر إلا مع قرب سنة 2021، يعني حتى الدخول المدرسي راح يكون في على فوهة بركان. الامتحانات كل شيء معطيات هذه تخلي أنه تقول بكالوريا بذلك، والضمانات اللي تقدمها وزارة التربية لا تسمح أنه أي إنسان يطمن بكالوريا في هذه الظروف. ما هي هذه المعطيات؟ ما هي هذه الإجراءات؟ ما هو هذا البروتوكول؟ كيف سيطبق؟ هل تم اختباره على عينة معينة في ظروف ما؟ هل تم يعني إثبات نجاته؟ ما عدناش تجربة، ما عدناش أي تجربة في تنظيم اختبارات من هذا النوع إلى اليوم. اليوم رانا نسجلوا 527 إصابة، الجزائر تقول لك رانا في شهر سبتمبر ننظم البي ام على شهادة التعليم المتوسط، وننظم الباك بكالوريا، شهادة بكالوريا، لكن ما عندنا ولا تجربة. يعني راح نروح هكذا مباشرة ننزل الميدان مع أول تجربة. هذه أنا نحسها أنها قنبلة موقوتة، وأنه عملية انتحار جماعي. الناس ما تقدرش تلبس الكمامة لأنه الناس مريضة. الناس كيف هذه؟ أنت تقول أنه نوفر ظروف، هذه مش ظروف، هذه كل إنسان عنده حالته. كم من الناس راهي مريضة بالربو، ما تقدرش تتنفس على الربو. في الجزائر في حوالي أكثر من 800,000 ممتحن شهادة بكالوريا. ألو، مساء الخير. مساء الخير. سلام ورحمة. أهلا، من ومن أين؟ أمين العاصمة. مرحبا، وش راك؟ بخير؟ الحمد لله، والله المورال طايح، والله كرهنا. ما كاش لي مورال وطالع، وش راح ندير؟ والله ما فهمش. سمعت قالوا لنا جمعية أولياء قالوا بلي لازم نجوزوا البكالوريا حتى وإذا وصلنا 1000 حالة إصابة. والله ما فهمت. بس كيو كان جو عنده ولادهم يجوزوا الباك، والله ما يديروا هكا، والله ما يديروا.
ما يخموش كاع فينا، يخموا على مصداقية المنبج تاع الباك، ما يخموش على الصحة تاعنا. خلينا هذه ربما هما من الجانب تاعهم. اليوم رانا تقريبا على مقربة ربما من شهرين تقريبا على البكالوريا. هل راكم تراجعوا؟ نفسيتكم مليحة؟ هل راكم مانيش عارف؟ والله والو، والله ما انا نراجع كاي، ما نش نشدو فيه. انا كل شوف كل يوم انا نستنى القرار، زي ما يقولون باكالوريا اختياري ولا والو، مازال ما هضروش. انا نهضر مع الحيط، ماناش نهضر معاهم. ولا درنا كلش، درنا درنا معاك كومونتينا، درناهم كاع، ما فهمتش اذا ما سمعونا ولا. والله ما فهمت. تاع سمعوكم تاع انه هنايا القوه اللي لازم تكون معنا هي جمعيه توليه التلاميذ، والقوه اللي لازم تكون معنا اكثر ثاني هي نقابات التربيه، لانه حبينا ولا كرهنا هذه وزاره التربيه وهذه المنظومه التربويه ما ترضى الا كما نقولوا يعني بالضغط الكبير. لما الان تقول انه جمعيه توليه التلاميذ تقول باللي ما نوصلوا ل 1000 حاله في اليوم نروحوا البكالوريا، هذه لو هما مقتنعين وانتم ياخذوا الارضيه تاعكم والمطالب تاعكم قادرين يضغطوا على الوزاره، لكن هذا الكلام هما راهم يبداوه من الوزاره، راهم ينقلوا واش قالت لهم الوزاره، مش هما واش حابين يقولوا للوزاره. ايه بصح هما يهضروا يخرجوا يهضروا يقولوا لنا بلي رانا انا ندرسوا فيها ولا، ما يعطوناش امل، ومن بعد يقولوا لنا ما كاش اختياري. هما يتحركوا شويه، اذا بقينا واش نستناو نقول هكا لك؟ ما الله خير يقولوا هلا لنا. بعد شهرين من الباك راهي 50-50% ولا اقل، دونك ما نقولوش راح تكون ربما 100%، لكن تراجع نعم، لكن العتبه ما هضر لكمش عليها ماش بين الامور. انا اقول لك ربما في باليوم وليله حتتغير كل المعطيات، لكن هذا لا يمنع انك تراجع دروسك، لانه هذه الدوله لما تقول ندير حاجه تدير حاجه، وصح ما على بالهمش بينا، على بالهمش ماشي بك انتم تشوفوا روحكم في الباك، على بالهمش يعني باشياء كثيره. لما تقرر لكن هذا ما يمنعش انكم تاخذوا يعني حل انه تكون بكالوريا اختياريه، والحل ثاني انكم تراجعوا وتروحوا لهذه البكالوريا اللي تحكوا عليها. ايه بس على الاقل يهضروا، على الاقل يخرجوا يهضروا معانا، ولا ما يبقوش ساكتين، ما يخلوناش هكا نتمنى حاصلين. يعني ان شاء الله يكون الخير. مي حاولوا باش على الأقل يا لو كان يوم ساعات معدودة في النهار أنك تراجع، معليش راح تكون صعبة عليكم كما راهي علينا. أنا ما تظنش أنه أنتم راكم في الباك راكم مستريسيين وراكم مقلقين، احنا اللي رانا نخموا برك في الوضع العام في الجزائر، ونخموا أنه كاين امتحانات راح يكون فيها أكثر من 800 ألف ممتحن، ديجا احنا تانيك نستريساو مقلقين. ربي يجيب الخير، احنا رانا معاكم ان شاء الله. مطلب بكالوريا اختياريه يتم الاستجابه ليه في اقرب وقت ممكن، وانا كما قلت لك في ليله ونهار قادر تبدل كل المعطيات إن شاء الله، يعطيك صحة أخويا، ان الله شاء الله. يبارك. شكرا لك، ليله سعيده، شكرا لك انك طلعت معنا، تحيه، شكرا. مساء الخير. باش ما نطرحش دائما هذا السؤال من ومن اين مباشرة، يعني مساء الخير والسلام عليكم، وفلان من ولاية كذا. السلام عليكم، عرفت الخير دوبير، وش رايك؟ لاباس بخير، من ومن اين؟ طريال اكيد لكم من اين؟ أنا اسمي هبة، 21 سنة، من الجزائر العاصمة. اهلا، وش حبيتي تحكي معنا اليوم طريال؟ أنا من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. ذوي الهمم والعزيمة، مرحبا. الله يسلمك. وش راكي مع كورونا؟ وش راكي مع؟ لاباس الحمد لله، رانا نسيو ان شاء الله يا ربي، بالدعاء ربي يرفع علينا هذا الوباء والبلاء وتولي الحياة لمجاريها، أكيد إن شاء الله يا ربي إن شاء كيف الله. يعني ما كيش تخرجي بالك بزاف؟ لا لا، نخرج فقط للضرورة، للذهاب للطبيب والعودة إلى المنزل. ما عندكش امتحان بكالوريا ولا راح تحكي لنا فقط على؟ الحمد لله، أنا شفت امتحان شهادة البكالوريا من حوالي 3 سنين، ما حالفنيش الحظ أني بديت نتحصل على الشهادة، لانه على بالك ماشي لانه ما قريتش ولا لانه ما كافحت من اجل هذا الشهاده
هذا الامتحان لأنه تعرضت لظلم كبير في البكالوريا، بحكم كيف؟ أني من فئة، بحكم أني من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالأحرى كل مصاري الدراسي كان عبارة عن كفاح. وش التخصص تاعك؟ وش الشعبة اللي كنت تدرسي؟ كنت ندرس علوم تجريبية. كيفاش؟ والله قطعتي لي قلبي بصح. كيفاش يعني؟ كيفاش؟ معليش، إذا ربما كفاح كانت مسارك الدراسي، في البكالوريا كيفاش كان هذا الظلم؟ هاد الظلم أنه قبل اجتياز الامتحان بسنة كما على بالك في أدوية الاحتياجات الخاصة لازم تجوز امتحان تاعها وحدها، نعم. يعني بغيت شو، والأم كانت مصرة أني إنه هي كانت تجتهد من أجل هذا الشيء، فتحصلت على ورقة تبين أنه أنا تجوزت في الطابق الأرضي. اجتياز الامتحان البكالوريا كيف نجوز، اكتشفت انه المديرة حطتني في الطابق الرابع اول يوم، مع انه كاين ورقة تدل انه كاين اليوم راحت عند وزارة التعليم مكامل قاطعوا لها ورقة انه بنتك تجوز في الطابق الارضي عادي، لكن كي راح لقيت باللي حطوني في الطابق الرابع. مي هادو ما همش عندهمش عقل. ما ومن بعد كي دخلت ماما قالت لهم كيف، عشان اول نشفى انه تجوز الامتحان البكالوريا في رمضان، يعني كان وقت البكالوريا تاعي في رمضان 2017. ومن بعد هذيك يعني بحكم انه يعني صارت صراع شي جار بين المديرة وبين الاهل تاعي، حتى حطوني لغيت شوسي، هذه يعني نورمال اول ما يوم فيهاش، البكالوريا لا هذه نورمال ما فيها حتى نورمال، ما يشوفوك مباشرة يحطوك في ريتش وصي. يعني ديجا انت نفسيا حطموك في أول مرة. في أول يوم دخلت لقيت طابلة وحدي كانوا عسوني أربعة أربعة، نعم. والله غير عسوني أربعة، وكلهم أنا كنت على بالك بلي إنه في العلوم التجريبية أنا أصلا نستعمل يد واحدة، ما نستعملش اليد الثانية، يعني نكتب بيد واحدة، يعني لحقت وراني دوكا بيد واحدة. الحمد لله أنا كملت قاعدتي دوكا، درت عندي شهادة تقني ثاني في مجال تصميم الانفوغرافي، الله الحمد لله يا يبارك. ربي كملت صافي قسم ويما ذوي الهمم ذوي العزيمة. الله يسلمك. ومن بعد كي دخلت نتفاجأ انه كتبوا لي تاع الخيمة، مع انه انا من علوم تجريبية. بعدين ما بعد نشرح لهم في الرياضيات انه الدواء لازم نديروا لي هذا البيان، وفي العلوم هذا الرسم قبل يقولوا لي ما فهمناش، قاعدة نضيع الوقت كامل وانا في الشرح. وفي كل مرة تقول لي المديرة تقول لي بلاكي تكوفي ومنا، وبلاكي تخلوها تغش وبلاكي تخلوها، وانا والله يا زبير غير حاجة ما وراوها لي، اصلا كانوا تاع خيمة يعني ما يعرفوش البروغرام تاعنا. فالبكالوريا تاعي ما تحصلت عليها بمعدل 9.98، ربي وكيلهم. يعني انه هذا جزء بسيط من الظلم اللي تعرضت له خلال مصاري دراسي. ما نقولكش نهار تحاوت من الابتدائي والصيام تاني قريته، يعني حتى الباك دوزت الباك تاعي فلاني تام فلاني، ماشي نهار الباك لا دوزتو كامل وانا نطلع ونحبط الطابق الرابع، الاب تاعي كان يرفدني الطابق الرابع عام كومبلي، ربي يعني عام وكيلهم. كامل نقرا في الطابق الرابع وزي البكالوريا انه طلعوني الطابق الرابع، لكن الحمد لله الان تخرجت و ان شاء الله الحمد الفرصه لله. في المجال اللي نخدم فيه. انا اصلا كان حلمي ندخل مجال الاعلام، كان حلمي ما يفوت إن شاء الله، وعلاش لا لا. ان شاء الله يا ربي وش بزاف، يعني من وش 2000 كي تتذكري وش صرا لك؟ يعني وش ربما وش يعني انا حكيت لي انصدمت انه كاين ناس كيما هكذا. معليش يا سيدي، ما متنقلي ما متنقلي ما مكذا، لكن هذا بشر، هذا يعني المفروض تعامل الانسانيه اول شيء. يعني انت الانسانيه ما لقيتيهاش اصلا. اي والله انا جدا في اذاعه اللي تسمع بها جو راديو، وين نسمع؟ كان كان اول مره الظهر، يعني كنت ضيفه انه كان يوم العالمي ذوي الاحتياجات الخاصه 14 مارس يوم الوطني،
حكيت لهم اللوكا تاعي، شوف نحكي والدم اشاك ما نتفكر هكا نحس الدمعة، شغل الدمعة تكون في عيني كون نحس هيك شغل البارح اصلا. معليش كل تبي وكيلو تبي ما فيش غير نتائج الوكيلو. البكالوريا نتائج البكالوريا لأي سنة كي نسمعهم يصغرتو وانا نتفكرنا نحس الحسرة في قلبي، لكن الحمد لله مرحلة بجد. معليش إن شاء الله المستقبل قدامك وإن شاء الله الله تنسي كاع هذا يكرمك الوهم. ذوبه. الإرادة هي أقوى كل شيء، وأنا على بالي بلي الإرادة اللي عندكم أنتم راهي الدوبل واش عندنا إحنا، لأنه أنتم الله تعرفوا يكرمك. قيمة النعمة وتعرفوا قيمة الحاجة، إحنا ربما عندنا أشياء وما نعرفوش قيمتهم، لكن أنتم ربي أعطى لكم هذه الإرادة لأنكم تعرفوا قيمة الحاجة اللي ربي نحاها لكم. شكرا فريال، مانيش نسمع بيه، مانيش نسمع، ربما انقطع الصوت. هذه هي الله، هذه قصص تحدث ويشاء القدر انه تطلع معنا في اللايف وتحكي في ظرف بعد شهرين، قبل شهرين من موعد البكالوريا اللي محددته وزاره التربيه، وين تقول باللي يعني عملوا فيها المنكر، يعني هي من ذوي الاحتياجات الخاصه، وطالبوا وحطوها في الطابق الرابع رغم انها لازم تكون في طابق ارضي باش تجوز الباك تاعها. ربي وكيلهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن الإرادة أقوى من كل شيء، وراهي كملت الدراسة تاعها وراهي تعمل انفوجرافيا ما شاء الله، طموحها الإعلام وإن شاء الله يتحقق. لما لا تكون برنامج لذوي الاحتياجات الخاصة وأنت تقدميه سواء في الإذاعة أو في التلفزيون، وتكون موجهة ليكم ثم منكم وإليكم كفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأننا نسميكم ذوي الإرادة الخاصة وذوي الهمم والعزيمة. مانيش عارف هنطلع معانا، لكن ما مش يطلعوا، مانيش عارف المشكل وين راه. هذه هي ربما الإطلالة اللي حبيت تكون. هنطلعوا معانا الشاوي ابن مدينة باثنا الأوراس الأشم. أستاذ السلام عليكم. سلام، وش راك؟ ايش رايك استاذ صبا؟ بس طمنا بعد العملية، لا بأس راك مرتاح. لا بأس، لا الحمد لله، صافي شهر، لا لا درك راني صابة. الحمد لله، وراك تراجع، ما راكش تراجع. والله يا استاذ ماني قادر، والله الصباح تشفى استاذ على الكونترون دي كريتيك، تشفى عليه وي في اللغة الفرنسية. هذاك الصباح قلت غير نحل ندير كونترون دي، كتبت غير لاكروش، ايوا فشلت، قلت الله ماني نكملها خليها. باتنا وش راكم مع كورونا؟ باتنا الشيخ كارثة، باسكو راهي قدام بسكرة. بالولايات لا تسجل يوميا معدلات كبيرة. ايوه اليوم باتنا، اليوم خاصة باتنا لابوليس كي تخرج برا يضربوك، تدي الضرب حتى ما تشتيش، لابوليس يقتلك بالضرب. على شحال كونفينمو عندكم؟ على شحال الحجر؟ احنا الحجر على 8، بصح يلقاوك برا في النهار يضربوك لابوليس، يقولوا لك روح تروح، خاصة إذا لقاوك بلا كمامة. حالة كارثة باتنا، الفو يديروا لها الحجر الكلي. انا صاحبي باك سنة او عنده كورونا، وعندي صاحبي واحد ثاني باك توفى باباه غير اليوم ربي يرحمه بالكورونا، وعندي دار خالتي ثاني كامل تقاسوا، كي راحوا السبيطار حوزوهم قالوا لهم روحوا للدار ما عندنا ما نديروا لكم. وهنا في باتنا وكاينة وحدة، باسكو شوف أستاذ أنا حل لهنا أخي، هذه باج تاعي أنا، باج ونكسبت الرسائل اللي يبعثوهم لي، دونك وحدة قالت لي أنا خالتي راهي مريضة، قالت حطها ستوري يدعيوا لها الناس هكا، حطيتها ستوري ريبوندات لي وحدة قالت لي قول لها من الضرب هذيك البرات تاع اللي يضربوها لهم في السبيطار، باسكو راهي دير كريس كاردياك وتقتل اللي عندهم مرض بالقلب. دونك اللي مرض بالقلب كيفاه؟ ها؟
والله ما سمعتك. وهذه اللي بعثت لك الرسالة واش تكون مجربة ولا طبيبة ولا؟ نو هذه قالت لي ما طبيبة، ما طبيبة، وانا يجوني بزاف دي ميساج تسمى اللي هنا في باتنا كان غير انا هكا اللي محل باش تسمى شاوي فاهم، زيد لو نو يابونيوني هكا. دونك بعثت لي ميساج قالت لي البلد اللي يديروها يدير الكريس كاردياك اللي مرض بالقلب، دونك اللي عندهم القلب وقاسم الكورونا جو بونس يفيتيو يفيتيو البرا هذه اللي يضربوها لهم. هذه غير معلومة تسمى. والبكالوريا الاختيارية كرهت وانا نهضر سي بون فشلت. اي استاذ اللي نهضر معاه يقول لي غير انسى، الناس برا يقولوا لي انسى غير ما كلهت. هدرت مع جامعيين قالوا لي احنا في بزاف، وقالوا لي خلات اذا دخلنا في اوت راح تخلى، راح تخلى، راح تصرى مجزرة في الجامعة. دونك تخيل، تخيل تي الكورونا راح تخلص في 2021 وراح يدخلوا تاع الجامعة وتاع الباك. ما راح ينجحوا، سمح تتعبى الجامعة، راح تتعبى الجامعة. دونك شنو راح ندير؟ راح تطلع اكثر من 500، راح تطلع اكثر من 500. احنا هنا في باتنا راهي كارثة كارثة. لازم نورمالمون الباك ما لازم يديروا لنا حل، لازم يخرجوا يهضروا واهضروا قولوا لنا الدروس برك اللي ما مش جايين صح. هما بالك اللي قالوا، قراو. صح هما قالوا لكم فصل الاول الفصل الثاني ولا بزاف تقريتوا فصل الاول الفصل الثاني؟ بالك الاساتذه كاين اللي شت الدروس الاخرين يديروهم الدروس الاول. كاين دروس الاخرين كيما الميراث نورمالمون مع الاخر تقراه، حنا داروه لنا مع الاولين، والاولين خلاوهم حتى الاخر. دونك فراح ندير ونروح نجيب استاذ يقريني ها وما يجيكش. اني نهضر على الناس اللي عندها الصبر تسمى، اللي قادر دير لي كور، اللي ماهوش قادر كيف يدير؟ ما يديش الباك، حقه حتى هو ينجح، حقه يقرا، حقه وي. دونك كاين كيما حنا دركا خاصه العلميين اللي يضروا بزاف، حنايا اللغات رانا شويه صافا، العلميين اللي كفا راح يديروا، العلميين هردوه والله تهردو مساكن، خاصة اللي تقاسوا مساكن بالكورونا راهي كارثة والله كارثة. أنا نقول لك خليكم متفائلين، خليكم متفائلين لأنه هما ما عرفهمش راح يديروا كمسؤولين. وأنا نقول لك بالليل ونهار قدر تغير كل المعطيات، لكن هذا ما يعنيش أنك يعني ما تراجعش، يعني راجع في انتظار. احنا راح نزيدوا نضغطوا أكثر باش يكون القرار رسمي ونهائي في قادم الأيام، يعني قبل على الأقل 20 من شهر جويلية، وإن شاء الله اللي فيه الخير إن شاء الله يتكتب. وأنا نقول لكم باللي مالغري سا وزير التربية شو تحسوا هكذا ستريكت ورياضي ومغلوق في راسه، اسمح لي بهذه الكلمة مش مغلوق يعني هكذا كاري، لكن أنا نقول لك باللي الوزير الأول ورئيس الجمهورية لما ياخذوا القرار أنا نقول لك باللي هما متبدأ أنهم عندهم يحسوا لانه هذا القرار تحسه اداري من طرف الوزير، لكن لما يجي قرار من رئيس او وزير اول هذه ما تجي من 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 شعور تاع اب، لانك لما تكون في منصب كيما هذا راك تحس بالشعب وتحس بالولاد. وانا نقول لك في اي لحظه يتغير كل المعطيات ما تفقدوش الامل، ما قلت لكمش ما تراجعوش، ما قلت لكمش ايضا انه الباك اختياري راح يكون 100%، لكن انا عندي واحد الامل انه راح يتغير كل المعطيات في قادم الايام ان شاء الله يا ربي. وعلى لا لا استاذ باغي ثاني نسقسيك، القنوات والصحافه والاعلاميين ما يقدروش يعني في القناه في النشره تاع الثامنه هذيك ما يقدروش يهضروا يقولوا باك راه قلقانين ولا يهضروا كيما هاك؟ وين يلقاوكم باش يحكوا معاك؟ يهزوا كاش واحد يعني تاع بكالوريا ويهزوا يحطها في القناه ويسقسيو ويقولوا له واش رايك، يهزوا واحد متوسط يعني دائما احنا لازم نبانو بيرفكت. ان شاء الله ان شاء الله. هي باسكو شوف انا الايامات اللي فاتوا قلت لكم ما راحش نبان وما راحش كذا، لانه كانت 5 جويليه استرجاع رفات تاع المقاومه الشعبيه والمجاهدين والشهداء، دونك كانت ظروف كثيره من وراها زاد جات امور تاع الحجر الصحي وكذا وجزئي وولايات ولايات. اليوم لما رجعت راني ان شاء الله تكون
اتصالات مع الزملاء الصحفيين اللي معانا في قنوات، ان شاء الله نقترح اليوم هذا الشيء، راح يكون مقالات اكثر، راح يكون ان شاء الله فيه طرح لهذا الموضوع باش يطلع للساحه اكثر بعد ما قرروا انه تكون ايضا فصلوا في قرار تاع عيد الاضحى ونحر الاضحيه وغيره. الان عندنا غير موضوع البكالوريا هو اللي في الساحه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. شكرا استاذ الله، شكرا. صافي بليزير. تعجلوا ما تفشلوا ان شاء الله، خليكم دائما اقوياء. فكروا بك في واش داروا تاع البياف اللي ما فشلوا ولا نهار، هم صغار عليكم وصغار عليكم كان اصرارهم كبير، خليكم في نفس الخط ان شاء الله. هذيك هي تاع البيام والله داروا القلب. انا اللي شوكي تاع البيام داروا القلب، ما كانش تعليق ما لقيت. ما ضاع حق وراءه طالب. صح. وحنا دروك كي نروحو كومونتي وباكالوريا اختيارية يجيونا تاع البيام يضحكوا علينا والله. ايا استاذ ما نطولش عليك. يلا شكرا لكم بوفقك ونصحك ان شاء الله. إن شاء الله يا ربي. شكرا أستاذ. تحياتي. شكرا. ليلة سعيدة. قولوا لك تحرض فيهم، راك تقول لهم ما تراجعوش، أنا عمري ما قلتها. ليلتكم سعيدة إن شاء الله. هذه إطلالة خفيفة إن شاء الله. هذا اللايف راح تصبوه في قناتي على اليوتيوب غدا إن شاء الله كما عودتكم. فاضل تي في على اليوتيوب FADEL TV، تلقاو إن شاء الله فيديوهات تهمكم وأخبار. هذه هي ليلتكم سعيدة. لا يرفع لنا هذا الوباء والبلاء. ما تنساوش الوقاية الوقاية الوقاية، الكمامة والتباعد الاجتماعي، وتجنبوا أكثر شيء التجمعات، لأنه هذه اللي خلاتنا اليوم نوصلوا إلى 527 إصابة وما نزلناش من عتبة 10 إلى 7 إلى 8 وفيات يوميا. الله يرحمهم. راحوا علينا إطارات، راحوا علينا ناس عاديين، راحوا أطباء، راحوا طواقم من الجيش الأبيض، راحوا مدراء، راحوا ناس عاديين، راحوا كبار في السن. فحافظوا على صحتكم. الوقاية هي الحل الوحيد، لأنه هذا الفيروس ما يرحمش. هذا الفيروس ما يعترفش بالابتسامة، ما يعترفش أيضا بالهزيمة. هو راه مدامنا ما ناش واعيين، هو راه يواصل دائما في الانتشار. حافظوا على أرواحكم كما قلت لكم. وليلة سعيدة. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء. وصحاب الباك رانا معاكم قلبا وقالبا، ما تفقدوش الامل، ربي ينجحكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله. سلام.